السلام عليكم، كيفكم يا شباب يا صبايا؟ ان شاء الله تكونوا بكل صحه وعافيه. عبد الهادي من قناه نحن في المانيا. رجعت اليوم بهذا الفيديو، كثير اجتني اسئله كيف بيشترك بنتفليكس مجانا لمده شهر، خاصه هلا اغلبيه الناس قاعده بالبيت بالحجر الصحي او على القليله مخففه الطلعات كثير، فلذلك ما في شيء يسليكم غير الافلام. الميزه الحلوه بنتفليكس انك بتقدر تحضر باللغه العربيه، وايضا انك بتجرب شهر مجانا. اذا ما عجبك الاشتراك لاي سبب كان، بتقدر انك انت تلغي بكل بساطه، او بتقدر انك انت تصير تدفع كل شهر حسب المبالغ اللي هلا حنشوفها. وبشكل عام ايمتى ما كان انت بتقدر تسكر حسابك وما في اي مشكله، يعني مو الاشتراك سنه او سنتين، هي ميزه حلوه. فهلا نحن بنقول بسم الله، بتفوت على جوجل بتكتب نتفليكس مثل ما هون صغير عنا، بتفتح لك هي الصفحه الرئيسيه. إذا أنت بدك تغير اللغة تبع الاشتراك أو بداية الاشتراك، الصفحة الرئيسية من هون English or Deutsch، رح نخليها لألماني. بعدين بتطلع لفوت بتحط له Jetzt ausprobieren، إنك أنت تجرب شهر مجانا. تحط له Weiter. هون عم يقول لك أنت الأسعار والميزات اللي بتاخذها بكل سعر، مثل ما هن شايفين هون، هن يعني نحن 7.99 8 12 16، بتفرق معك جودة الأفلام بدقة الدقة تبعها، وايضا بتفرق معك عند كم جهاز بدك انت تفتح، يعني بدك انت تساوي اربع حسابات بقلب النتفليكس، حسابين او حساب. هي الاقل شيء انك انت تفتحها بس على شخص واحد بس فقط، لا غير، ما بقدر يفتح غير واحد. او اذا بدكم تشتركوا اكثر من شخص، فهون شايف عندك بتفتح بتساوي اربع حسابات، بتفتحهم على اربع اجهزة مختلفة او نفس الاجهزة، مثلا جهاز بالتلفزيون، كمبيوتر، يعني انت ما فهم، يعني هنا ما بيفرق معهم انت وين عم تفتح، بيفرقوا عدد الحسابات اللي انت عم تساويها. فانت بتقدر تجمع اربع رفرفات من عندك وتساوي هذا الاشتراك. اذا عمرك تدفع بالشهر 16 يورو، بتكون عندك الدقه افضل شيء اللي بتاخذها الالترا اتش دي. هلا بنحط له فايتا. عم يقول لك ساوي حساب على حسب الايميل اللي انت عندك، بتحط له هذا الايميل، مثلا هي الايميل انا اللي بدي ساوي عليه الحساب هلا. بنسخه بتو هون. هون عم يقول لك انت بدك يجيك العروض بشكل شهري على الايميل، بدك ايه او لا، بنحط له لا. فايتا هون اجباري، حتى لو الاشتراك انت عم تساوي مجانا، بس لازم تحط البطاقه اللي لازم انت تدفع فيها، او انه هن بدهم يسحبوا او من هالشغلات اللي بتقدر انك انت تدفع فيها. فهون خلينا نحط كريدت كارد مثلا، وبتحطها بشكل كامل. هلا هون بعد ما حطيت البيانات الخاصه فيني، فهون حاطين لك شو هو الاشتراك اللي انت عملته، وبتحط له من هون بدايه. ننتظر شوي تفتح عندك بعدين هي الصفحه، عم يقول لك انك انت اشتركت بشكل ناجح، معك هلا شهر مجانا. هون بتقدر انك انت تحط رقمك الموبايل، مشان اذا نسيت كلمه سر لاي سبب كان، بيقدروا انه هن يبعثوا لك اس ام اس على الرقم الخاص فيك. وبتحط له بعدين فايتا. هون في جمله مهمه، اذا انت بدك تساوي الغاء العقد او الغاء الاشتراك، فبتساوي هالشيء من اياك اونتو، شغله سهله كثير. حط له فايتا. هون عم يقول لك انك انت حتستخدم النتفليكس، شو هو الجهاز، فبتختار مثلا شاشه او بتختار سمارت فون، انت بتشوف شو الشغلات اللي بدك تختارها، بلاي ستيشن، اكس بوكس، بتشوف انت شو بدك حسب الشغلات اللي عندك اياها. قلت له فايتا. عم يقول لك هون مين اللي رح يشوف النتفليكس، مين اللي حيكون مشترك. بدك تساوي شيء حساب خاص للاطفال، فهون كل واحد على حسب الاشتراك اللي هو سواه، بحط عدد الحسابات وخلص. هيك بهالحالة خلصت، هات له فايتا. خلص هذا هو انت قدرت انك تعمل الحساب. هلا في شغلة مهمة كتير، مشان تطلع لك انت الترجمة عندك عربي، ففي شغلة لازم تساويها بداخل الحساب، انك تساوي الحساب باللغة العربية، وهي شغلة كتير سهلة. بتفوت على هذا الخيار، بتحط له فيرفالتون، بتقدر تحط هيك مرة تانية، وهون مثل ما شايفين شبراخه اللغة، بتختار اللغة العربية. هيك بهالحالة بتصير بتنزل عندك كل الترجمات الموجودة باللغة العربية، وأغلب الأفلام والمسلسلات حاليا صاير في لغة عربية. سابقا ما كانت كل الأفلام، بس هلا الأغلبية صاير فيه. هيك حط له شبايشن وفيرتش، شايف هلا صارت لغة عربية.
كاتل مثلا، هذا انت بتشوف الفيلم اللي بدك اياه، بس انا بدك تشوف هذا الفيلم هون. بتصير حتى شرح الافلام باللغة العربية، بتحط له عرض لورجيكم كيف نحن بنحط اللغة بالعربي الفيلم اذا ما كان موجود. من هذا الخيار الصوت الانجليزي والترجمة صارت باللغة العربية. هيك ان شاء الله تكون قدرت ساي فيديو مفيد. بشوفكم على كل خير الفيديوهات القادمة. لا تنسوا الاشتراك بالقناة اذا عجبكم هذا الفيديو، وضغط زر لايك مع تعليق حلو، وبشوفكم على كل خير، والسلام عليكم.